السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم كريم، والنهاردة هندردش شوية عن آفة من أخطر الآفات في محصول العنب، وهي الباقي الدقيق. هنتعرف على خطورتها، وهنعرف نبذة عن دورة الحياة بتاعتها، بتكون موجودة فين في الشتاء وفي الصيف في الربيع وفي الخريف، علشان نعرف التوقيت المثالي اللي ندخل بيه بالمكافحة. إيه هي المواد الفعالة اللي ممكن نشتغل بيها، وإيه الحاجات اللي ممكن نشتغل بها في التصدير؟ كمان لازم نعرف حتة معينة قبل ما ندخل في البرنامج المكافحة، هي حركة العصارة في شجرة العنب بتكون في الموسم كله ماشية إزاي، علشان بناء عليها نقدر ندي القرار الصح، هل هشتغل بحقن أرضي ولا هشتغل برش، ولو خدت قرار الحقن الأرضي هيكون إمتى الميعاد المناسب عشان أضمن أعلى كفاءة، وإمتى الرش يكون هو القرار المناسب، وإمتى بالظبط أدخل بالرش. يلا بينا. حشرة الباقي الدقيقي من الحشرات الثاقبة الماصة اللي بتتغذى على عصارة النبات، من الحشرات الخطر جدا لتواجدها تحت قلف النبات تحت اللحاء، بتأثر تأثير مباشر على شجرة العنب، بيناسبها طبعا الجو الرطب الحار. الباقي الدقيقي منه أنواع كتير جدا، وكمان العوائل بتاعته كتيرة جدا. اللي يهمنا في الفيديو النهاردة واللي هنتكلم عنه هو إصابة الباقي الدقيقي في محصول العنب. خطورة الباقي الدقيقي بتختلف من صنف للتاني على حسب درجة حساسية الصنف للإصابة بالباقي الدقيقي، وطبعا الأصناف اللي بتكون العناقيد بتاعتها قريبة من الأفرع الرئيسية بتكون أكتر عرضة للإصابة بالباقي الدقيقي، والخطورة بتكون أعلى. وطبعا خطورة الباقي الدقيقي الأساسية إنه ممكن ينقل معايا بعض المسببات الفيروسية للعنب. دورة الحياة باختصار، الأنثى لها القدرة إنها توضع من 300 ل 600 بيضة في المرة الواحدة، والبيض بيكون في كتل قطنية شمعية موجودة على السطح السفلي للأوراق، وده طبعا تجنبا لحدوث أي أضرار للبيض حتى عملية الفأس. بتستمر عملية وضع البيض لمدة 14 يوم، بعدها الأنثى بتموت مباشرة، بعدها البيض بيبدأ الفأس في خلال من 7 ل 21 يوم، بعدها الحريات اللي بيكون لونها أصفر وصغيرة بتبدأ تنتقل في النبات لأفضل مكان علشان تبدأ عملية التغذية. بعد ما توصل للمكان المناسب لعملية التغذية، ومع التغذية بتبدأ تتطور الحريات ويتحول لونها للون الأبيض، وبتبدأ في إنتاج بعض الإفرازات الصمغية السكرية اللي بتعمل عملية جذب للنمل، وعشان كده دايما لما بنخش المزرعة وتشوف النمل بدأ ينتشر على أفرع العنب أعرف إن في إصابة باقي دقيقي، وطبعا بتكون بيئة مناسبة لنمو الأعفان الرمية. الحريات بتمر بثلاث أطوار في خلال 20 ل 30 يوم، طبعا على حسب اختلاف درجات الحرارة، وطبعا الكلام ده بالنسبة للإناث، أما الذكور لها 5 أطوار، والمهمة الأساسية بتاعتها هي تخصيب الإناث فقط. الحشرة ليها أكتر من جيل في السنة، مدة الجيل بتكون صغيرة في الأشهر الرطبة الحارة، في خلال فترة الشتاء من آخر ديسمبر لحد أوائل شهر مارس. الباقي الدقيقي بيكون موجود في شجرة العنب في منطقة التاج تحت القلف، في منطقة التاج في صورة أغلبها حريات ونسبة بسيطة جدا من الأفراد الكاملة ومن البيض. في فصل الربيع يعني من منتصف شهر مارس حتى شهر 6 بتبدأ تنتشر الحريات على طول النبات مع ساق النبات وحتى الأفرع الجانبية وعلى النموات الحديثة، أما الأفراد الكاملة والبيض بيكون برضو موجود في منطقة التاج تحت القلف. وبانتقالنا لفصل الصيف لحد منتصف شهر 9 بتبدأ تنتقل الحريات والأفراد الكاملة ووجود البيض على جميع أجزاء النبات. بعد كده بنبدأ نخش على فصل الخريف، والكلام ده لحد شهر 12 بتبدأ هجرة الأفراد الكاملة مع الحريات لمنطقة القلف تحسبا لدخول الشتاء. قبل ما نخش في برنامج المكافحة عايزين نعرف حركة العصارة داخل العنب أو داخل شجرة العنب بتكون إزاي خلال الموسم،
عشان أعرف أتدخل بالمكافحة في الوقت المناسب. في خلال فصل الشتاء بتكون فترة سكون لشجرة العنب، وفي الحالة دي العصارة بتكون شبه متوقفة تماما ما بين صعود المية والعناصر المغذية ونزول الغذاء المصنع من النبات لمنطقة الجذور. مع بداية فصل الربيع وخلال فصل الربيع بتكون العصارة اتجاهها الأساسي إلى أعلى من منطقة الجذور إلى جميع أجزاء النبات. أما في فصل الصيف ومع بداية خروج البراعم الزهرية والتزهير والعقد بتكون العصارة في نفس الاتجاهين بنفس القوة، ومع دخول مرحلة التلوين بتبدأ العصارة في الاتجاه إلى أعلى هي اللي بتكون سيدة في النبات. وفي النهاية في فصل الخريف بتبدأ العصارة تتجه من أعلى إلى أسفل فقط. ليه؟ لأن الشجرة بتكون دخلت في مرحلة التخزين. لما نيجي نتكلم بقى عن برنامج المكافحة، أول حاجة في برنامج المكافحة الحد الاقتصادي الحرج، يعني إمتى أتدخل بالمبيد؟ عند ظهور 5% إصابة في المزرعة عندي يجب التدخل فورا بالمبيدات المتخصصة. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجة كويسة جدا، أنا لو شغال تصدير لازم ألتزم بالقائمة اللي عندي، وفي الحالة دي هتلاقي عدد المواد الفعالة اللي بتشتغل بيها قليل جدا. فعشان كده بننصح دايما ان انت لازم تدخل المبكر بالمادة الفعالة المناسبة عشان الاصابة ما تكونش كبرت عندي في الارض. اما افضل ميعاد لتطبيق المكافحة للباقي الدقيق في العنب بيكون من منتصف مارس لحد منتصف ابريل، ده في حالة الرش. اما في حالة التسميد الارضي فبيكون في نهاية فصل الصيف وبعد الحصاد تماما، لان المواد اللي بيتم حقنها ما بتكونش موجودة معايا في قوائم التصدير، وخصوصا الأميدا كلوبرايد. طب ايه هي بقى المواد الفعالة اللي ممكن ندخل بيها؟ عندنا رقم واحد والاشهر هي الأميدا كلوبرايد، ودي من مجموعة النيونيكوتونايد، وطبعا طريقة الفعل بتاعتها على الجهاز العصبي ومستقبلات النيكوتين. طريقة التطبيق بتاعتها بتكون حقن او رش، والبي اتش اي بتاعها في الثمار بيكون 7 وفي الاوراق بيكون 10. عندنا الاسبيرو تترامات، ودي اشهر مادة الناس بتستخدمها بالنسبة للتصدير، ودي المجموعة الكيميائية بتاعتها التتراميك أسيد، ودي بتشتغل على تخليق الدهون كمنظم نمو. التطبيق بتاعها بيكون رش على النموات الخضرية فقط، النموات الغضة اللي في طول من 10 ل 15 سنتي. البي اتش اي بتاعها في الأوراق 10 أيام وفي الثمار 3 والام ار ال 2. الزيوت المعدنية بيتم خلطها بالمبيد القابل للخلط معاها في حالة الإصابات الشديدة. عندنا مادة كمان وهي السلفوكسافلور، ودي من مجموعة السلفوكسامينات، ودي بتشتغل على الجهاز العصبي ومستقبلات النيكوتين، ودي لازم في تطبيقها يراعى رش النبات بالكامل علشان ناخد أفضل نتيجة. البي اتش اي بتاعها في الأوراق 10 أيام وفي الثمار 3 والام ار ال بتاعها 2 صحيح. طيب إيه بقى اللي يجب مراعاته لما أجي أطبق عملية الرش بالنسبة للباقي الدقيق؟ رقم واحد لازم اظبط بي اتش المحلول الرش من 5 ل 6، يفضل عدم الخلط وخصوصا مع المركبات الفسفورية او مع الفسفور والنحاس والكبريت، وطبعا يفضل اضافة مادة نشرة مع محلول الرش. كمان ما ينفعش نستخدم المادة الفعالة الواحدة اكتر من مرتين في الموسم الواحد علشان المقاومة العبورية. كمية البلل للفدان لازم تكون مناسبة لحجم الشجرة عندك، بمعنى ان انا ما وصلش لكمية مية ان يحصل عندي تهدير، لان التهدير ده هيكون فيه نسبة مبيد، وبالتالي انا فقدت جزء من الجرعة اللي انا بوديها للفدان، وفي نفس الوقت كمية المحلول ما تكونش قليلة فيحصل عندي اماكن ما يوصلهاش محلول الرش. الكمية المناسبة لفدان العنب بتكون حوالي من 500 ل 600 لتر مية للفدان. طب ايه بقى اللي نخلي بالنا منه لو انا هشتغل في الحرق؟ رقم واحد اختيار الميعاد المثالي لحركة العصارة، ان تكون العصارة الاتجاه الاساسي بتاعها لفوق زي ما شرحنا في اول الفيديو. الكلام ده بيكون يا اما في بداية التخريج يا اما بعد الحصاد مباشرة وقبل دخول فصل الخريف. لا يفضل الخلط، واكيد لازم تكون في رطوبة في الارض مناسبة، لا الارض غرقانة ولا الارض عطشانة، ويفضل ان انا احقن 2 لتر حامض نتريك قبل تسميدة المبيد. وطبعا زي ما قلنا اكتر من مرة في الفيديو، نخلي بالنا المادة موجودة في قوائم التصدير اللي انا شغال عليها ولا لا، ولو هي مش موجودة ممكن استخدمها في نهاية الموسم لان بتكون عندي فترة كافية ان المادة يحصل لها تكسير، اما في بداية الموسم بيكون الموضوع صعب. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون اضفت لك معلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.